بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخيرة. أما بعد، حياكم الله جميعا أحبة الطلبة. اليوم نبدأ في حل أسئلة مراجعة الوحدة السابعة من مادة فيزياء التوجيه. مثل ما أنتم شايفين، ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. السؤال الأول، النيترينو الجسيم ينتج عن عملية شو؟ نشوف قبل ما تطلع الخيارات. النيترينو دائما يصاحب انبعاث البوسترون، وضديد النيترينو دائما يصاحب انبعاث الالكترون. معناته هل ينتج عن تحلل البروتون الى النيوترون والبوسترون، ام تحلل النيوترون الى بروتون والالكترون؟ انا لما شفت ان طالع الالكترون مستحيل النيترينو يطلع معه، معناته بستثني هذا الخيار. هل ينتج عن اضمحلال جاما؟ مستحيل. هل ينتج عن خروج جسيم الفا؟ مستحيل. الخيار المنطقي الوحيد منه هو تحلل البروتون الى نيوترون وبوسترون. طب نتاكد من حالنا، تفضل. بروتون بدي يعطيك نيوترون زائد اشي ما بعرف شو هو، بعرف بروتون واحد واحد، بعرف النيوترون واحد صفر، معناته هون واحد اكيد على الطرف اليمين، واحد هون صفر، يعني انه وازن المعادلة. صفر زائد واحد اعطتك واحد، واحد زائد صفر اعطتك واحد، معناته طلع عندي ايش؟ بوسترون، اكيد راح يصاحبه نيترينو. هاي الفكرة عرفتوا كيف فورا عرفناها؟ انه نيترينو فورا راح يصاحب البوسترون. طب انا شفت هون طالع الكترون، مستحيل يجي مع النيترينو. النواة غير المستقرة تتحول تلقائيا إلى نواة مستقرة ذات شو؟ ذات كتلة شو وضحها يا أستاذي؟ ذات كتلة أقل ولا أكبر؟ هو بالمنطق النواة غير المستقرة يحدث هنالك فرق بالكتلة، يعني هذا الفرق بالكتلة اللي رايح وين بروح بيتحول لطاقة ربط. هاي الفكرة، ممتاز. معنى هذا الكلام إنها راح تكون ذات كتلة أقل وطاقة ربط أعلى، لأنها شو صارت؟ طلع هي غير مستقرة. عشان شوف كيف، ركز، الغير مستقرة لما تتحول تلقائيا تضمحل بدها تصير مستقرة. الآن مش هي صارت مستقرة؟ بالمعنى الحرفي البي اي على ايه؟ زاد، كان اقل زاد لانها اصبحت مستقرة اضمحلت. طب هسا البي اي على ايه زاد؟ شو السبب؟ شو اللي خلاه يزيد؟ اكيد 100% الدلتا ام، هنالك فرق بالكتلة، قلت الكتلة تحولت الى طاقة، طاقة ربط، زادت البي اي على ايه فاصبحت النواة اكثر استقرارا. نواة نظير عنصر غير مستقرة تقع ضمن سلسلة اضمحلال. بعد سلسلة من التحولات أطلقت أربع جسيمات بيتا سالبة وجسيم ألفا واحد، فإن النواة الناتجة، طب شوف بسألنا عن النواة الناتجة، نفترض النواة X ممتاز غير مستقرة، عددها الكتلي A الذري Z، انتجت لي النواة Y اللي أنا لا بعرف عددها الكتلي ولا بعرف عددها الذري. اللهم إنها بعثت لي شو؟ أربع جسيمات بيتا وجسيم ألفا، يعني هي واحد ألفا زائد أربع جسيمات بيتا، صح؟ وانت عارفين انه بيتا السالب اكيد راح يصاحبه ضديد النيترينو، ممتاز. الان اكيد 100% هاي النواة الناتجة لها عدد كتل وعدد ذري، ما بعرف شو هو. افترض عددها الكتلي W وافترض عددها الذري مثلا شو؟ K، عالي جدا ما بيفرق. الان سريعا يلا نوازن المعادلة، A تساوي W زائد 4 زائد 4 ضرب 0، خلاص ما في داعي لها، 0 1 خلاص. خليني دبليو موضوع القانون اللي بتمثل عدد الكتل للنواة الناتجة، دبليو تمثل عدد الكتل للنواة الناتجة يساوي ناقص 4 ناقص 4 راح تطلع A ناقص 4. إذا طلع العدد الكتل للنواة الناتجة عبارة عن A ناقص 4. تعالوا نشوف العدد الذري يلا سريعا، ال K زد تساوي إلا على الطرف اليمين، زد تساوي على الطرف اليمين K زائد 2 زائد 4 ضرب سالب 1 سالب 4. سريعا كنا عارفين إنه 2 زائد ناقص 4 رح تطلع سالب 2، رح تعمل زائد 2 زائد 2 رح تطلع عنا العدد الذري للنواة الناتج اللي هي K يساوي زد زائد 2. معناته النواة الناتجة راح تطلع اللي هي W عددها الكتلي ايش؟ A ناقص 4 عددها الذري Z زائد 2. احسنتم، انه واحدة فيهم هيها اللي هي ألف. سؤال 4، عدة جسيمات ألفا وبيتا، عدد جسيمات مش عدة، عدد جسيمات ألفا وبيتا المنبعثة من سلسلة تحولات تضمحل خلالها النواة يورانيوم 238 إلى X 226. نشوف كيف ثلاث جسيمات ألفا أربعة، برد أكرر أوضح شغلة وضروري جدا وبأكد على الموضوع لأهميته. الوزارة
وين 90% من الامتحان راح يكون من اسئله الوحده، وراجعوني بعد الامتحان الوزاري، بالذات النواب، بالذات النواب، شوف كيف 90% من اسئله الامتحان الوزاري راح تكون نفس اسئله الوحده، اللهم انها تغييرات بسيطه جدا. الان بقول لك عدد جسيمات الف وبيتا، كان عند النواه يورانيوم 238، عدد الذره 92، اذ محلت طلعت لي اكس 226 و 88. لاحظ انه بكل بساطه انا رافق هذا الاضمحلال انه طلع في عندي الفا، عدد جسيمات الفا ما بعرف قديش، يعني هيدا اعتبرها ان الفا، ما بعرف قديش جسيم الفا، زائد قديش جسيمات بيتا برضو ما بعرف، اعتبره ام بيتا، هيو ام مثلا بيتا صح، ما بعرف كم انا عندي جسيم بيتا، فرمست لعدد جسيمات البيتا ام، ما بعرف كم عندي جسيم الفا، رمست له ان عدد جسيمات الالفا. اكيد انتم بتعرفوا لما يطلع عندي مثلا خمسة بيتا سالب رح يطلع عندي خمسة ضديد نيترينو، معناته ام الكترون صفر وسالب واحد رح يطلع لي هون ام ضديد نيترينو حسب عدد الالكترونات. طلع عندي خمسة بيتا سالب بيطلع عندي خمسة ضديد نيترينو. سريعا نحل المسألة مع بعضنا. هسا بدك تحلها لانك العدد القطري وازن المعادلة. تعال 238 تساوي 226 زائد ان ضرب 4 4 ان زائد ام ضرب 0 خلص ما في داعي، ما يعني ام ضرب 0 0 وقف. كنا عارفين انه راح تحكي لي ناقص 226 تمام، ناقص 226 راح تطلع عنا 4 و8، راح تطلع عنا 4 و8 12، يعني طلعت عنا المسألة هون 12 تساوي 4 ان، لاحظ معي على 4 باي باي على 4 طلعت ان تساوي 3. تمام يا جماعة الخير، تمام التمام، وفلة شمعة منورة. دقيقة نتأكد، 238 ناقص 226 نعم، هل فيش ثقة بالجمع حتى بحالك يا أستاذ؟ آه والله مع اللخمة بطل الواحد يركز. طبعا أنا شوي تعبان صراحة، حاسس يعني صوتي رايح نوعا ما، مش رايح يعني تعبان شوي، خلاص تعبان، المهم تعبان بغض النظر. ايه يلا يا قلم، ايه مشكلجة، شو هذا يا رجل؟ ايه طلعنا عدد الان اللي هي تمثل عدد جسيمات ايش؟ الالفا. اشطب الان هون، شو حط؟ حط بدلها ثلاث خلاص، او بالمعنى الاخر خلاص يا اخي والله العظيم انك مشكلجي، الشعب مشكلجي خلاص. تعال جاي ثلاثة الفا خلاص. الآن كيف تطلع الام؟ هسا شوف، انت اول مرة يعني وزنت المعادلة بناء على العدد الكتلي، الآن وزنها بناء على العدد الذري، يعني اللي على الطرف اليمين نفس اللي على الطرف اليسار. اللي على الطرف اليسار 92 يساوي، اللي على الطرف اليمين تفضل 88 زائد 3 ب 2 6 زائد ام بسالب 1 سالب ام. الآن نحل المعادلة مع بعضنا، 88 زائد 6 قديش فيها؟ والله يا أستاذ معاد فيها 94، يعني أنت صارت عندك 92 تساوي 94 ناقص M ناقص 94 باي ناقص 94، صارت عندنا المعادلة 92 ناقص 94 قديش فيها؟ سالب 2 تساوي سالب M، فبتطلع عندنا M تساوي 2. شفتوا كيف سهلة ولطيفة وخفيفة؟ يعني عدد جسيمات البيتا طلع عندنا شو؟ 2، عدد جسيمات الالفا 3، معناته 3 الفا 2 بيتا، 3 الفا 2 بيتا، هاي هي إجابة السؤال بكل بساطة. تمام، طيب عدد النيوترونات في النواة المستقرة، هاي المشكلة اللي عملت قلق للطلاب، كلمة الثقيلة. أنا أرى أنه الثقيل هون غير مناسب كلمة وضحها صراحة. الفكرة بنوصل لكم إياها إنه إطار كتابنا، طبعا في حالات خاصة من النواة الثقيلة تكون مستقرة، لما تكون عدد النيوتروناتها أكبر بكثير من عدد بروتوناتها فبتقدر تسيطر على التنافر الكهربائي، بتخليها غصبا عنها مستقرة. لكن في مدار دراستنا في الكتاب المدرسي هون في المنهاج إنه النواة الثقيلة دائما ناخذها غير مستقرة إحنا. طبعا اكيد راح يكون في حالات خاصه وشاذه، بس ما جابوا سيرتها في الكتاب. لذلك عدد النيوترونات في النواه المستقره
تمام؟ يعني هاي حالة خاصة بناخذها قاعدة، أصلاً مستحيل تكون عدد النيوترونات أقل من عدد البروتونات في الوضع الطبيعي، هو مش مستحيل، هو فيه لكن مش مطلوب مني دراسته. ولا أقل بكثير من عدد البروتونات، غلط. معناته الطالب محتار، يا مساوي لعدد البروتونات يا أكبر من عدد البروتونات. أنت بتعرف هو بتكون عدد النيوترونات مساوي لعدد البروتونات أو أكبر منه لما تكون النواة إيش؟ خفيفة. لما تكون متوسطة بتعرف إنه لازم تكون أكبر من عدد البروتونات. هسا لما تكون ثقيلة أنويك بنعرف إنها غير مستقرة، لكن في بعض الحالات الخاصة والشاذة غير مطالبين فيها أنتو نهائياً إنه لازم تكون عدد النيوترونات أكبر من عدد البروتونات في النواة الثقيلة حتى انها تجبرها انها تكون مستقرة. لذلك ملخص القول خلص، بقدر اشيل كلمة الثقيلة كونه مش مدار دراستي في الكتاب، واحكي انه الاستقرار دائما بالمجمل اللي بصير عندي انه ان اكبر من زد دائما بالمجمل. تمام؟ تمام يا استاذي، فالاجابة تكون دال. لكن في حالاتنا برد اكرر، احنا خدنا ثلاث حالات، نواة خفيفة عارفين متى تكون مستقرة، ونواة متوسطة في شرط واحد انها تكون مستقرة، شو هي؟ ان اكبر من زد. اذا ان تساوي زد غير مستقرة. طبعا كمان في حالات خاصة مش مطالبين فيها، والنواة الثقيلة غير مستقرة دائما، بس في حالات خاصة ايضا غير مطالبين فيها، لكن بالمجمل يجب ان تكون ان اكبر من زد. تقدر كمان كيف تصحح الموضوع؟ تقدر تصحح الموضوع بكل بساطة، اشيل لك كلمة المستقرة خلاص اللي ملهاش داعي اصلا، اعتبرها انها خلاص وجودها مش مهم. احكي لك تفضل، عدد النيوترونات في النواة الثقيلة شو؟ دائما اكبر من عدد البروتونات وخلاص، كان الله بها، خلصنا كل المشكلة. بس لانه انا وياكم نعرف انه في كتابنا الثقيلة غير مستقرة، اوكي في حالات خاصة بس مش مطالبين فيها. فالاجابة هي دال، نعم. طاقة الربط النووية هي الطاقة اللازمة لي، مستحيل فصل الالكترونات، مالوش دخل، الالكترونات مش من نواة اصلا، ولا فصل بروتون واحد، لا هي طاقة الربط النووي لكل النيوكليون. أنا بدي طاقة الربط فقط، تعريف عام، معناته إني أفصل مكونات النواة، الإجابة هي فرع ألف، إني أفصل كل مكونات النواة. السؤال اللي بعديه، حجم النواة يتناسب مع، طب تعال، حجم النواة عبارة عن 4 على 3 باي آر نوت تكعيب، إيه صح؟ إحنا كنا عارفين إنه هو أصلاً عبارة عن 4 على 3 باي آر تكعيب، بس إحنا فككنا الآر تكعيب، آر نوت تكعيب. انتوا عارفين ان هاي فكرناها، ارجع لشرح المادة بتلاقيها شرحتها بالضبط. الان الحجم هاي ثابت ثابت ثابت، معناته يعتمد ايش؟ طرديا مع العدد الكتلي، معناته الاجابة هي شو؟ الف، طرديا مع العدد الكتلي، مستحيل عكسيا مع العدد الكتلي، لانه العدد الكتلي فوق مش تحت، مش في المقام، لو اجا في المقام بقول لك نعم يا استاذي عكسيا. ولا طرديا مع الجذر التكعيبي العدد الكتلي، في ناس شو بفكروا يا حرام، بفكروا انه بحطوها زي هيك فبتصير طردية مع الجذر التكعيبي، بس هي مش موجودة الجذر اصلا في معادلتي، انا مش موجود الجذر، دير بالكم. هذاك نصف القطر، ركز، نصف القطر عبارة عن R نوت الجذر التكعيبي، نعم نصف القطر يعني طردية مع الجذر التكعيبي للعدد الكتلي. شفت كيف الوزارة بتسوي هيك بتعمل؟ يعني شايف لك السؤال ان حجم النواة يتناسب، بشو بقولوا لك؟ ان نصف قطر النواة يتناسب بغير السؤال. مثلا هو طاقة الربط هي النووية، هي بقول يجيب لك في الامتحان طاقة الربط لكل النيوكليون هي، شفت كيف؟ هون يقول لك عدد النيوترونات في النواة، انسى المستقرة الثقيلة، ممكن يجيب لك هي عدد النيوترونات في النواة المتوسطة عادي جدا، المستقرة طبعا. عملية تقسيم اليورانيوم تحتاج إلى إنتاج وقود نووي، تمام، يحتوي على نسب عالية من شو؟ التخصيب بيتم، هسا شوف اليورانيوم الخام اللي بتطوله بيكون فيه نسبة عالية من اليورانيوم 238، أنا هذا ما بيهمني، اللي بيهمني في الوقود النووي واللي بيصير له انشطاره، سلسلة انشطار هو بسموه التفاعل المتسلسل، اللي هو يورانيوم 235، هذا هو الوقود النووي. السؤال اللي بعديه حلوين، طبعا كالعادة كنا عارفين إنه بده فراغ خاص فيه. نسبة نصف قطر النواة، شوف لما تسمع كلمة نسبة بتعرف انه في بسط مقام، معناته اعمل بسط مقام. نصف قطر النواة AL الى نصف قطر النواة CU، يعني نصف قطر AL الى نصف قطر CU. تعال جاي، نصف قطر AL قديش؟ والله يا استاذ معاذ انا بعرف انه R نوت ب الجذر التكعيبي للعدد الكتلي للألمنيوم، صح؟ على R نوت ب الجذر التكعيبي للعدد الكتلي لا السيو. الآن نكمل الحل، R نوت راحت مع R نوت،
بحط كلاهما تحت جذر واحد، يعني ها هاي العدد الكتلي للـ AL على العدد الكتلي للـ CO. تعال جاي، العدد الكتلي للـ AL 27، طبعا هذا الجذر التكعيب عشان تكونوا فاهمين الفكرة، 27 على العدد الكتلي للـ CO 64. يلا تفضل معنا، صارت الجذر التكعيب لل 27 فيها 3، الجذر التكعيب لل 64 فيها 4، يعني طلعت النسبة شو؟ 3 على 4. ممتاز، خلينا نكبر هالخط عشان تزبط أمورنا كبير. تمام، السؤال بعدي، خلصنا هذا السؤال. نسبة حجم النواة AL إلى حجم النواة CO، هو ترى نفس الشيء، ترى في الامتحان راح أجيب لك نفس هذا السؤال ولا فرق شيء. أو مثلا بقول لك تعال، يعطيك مثلا فإن نصف قطر النواة CO بدلالة نصف قطر النواة AL، يعني يقول لك مثلا حسب ايش أنت طلعت يا عمي، R AL على R CO طلع معانا 3 على 4. ممكن في امتحان هيك يجيب لك إياها، يعني مثلا تعرف كيف يجيب لك إياها؟ عادي جدا، هيك تعمل ضرب، يقول لك R AL 4 تساوي 3 R CO على 4 على 4. بتقول يا زلمة قحت عجوز مش هيك، R AL تساوي 3 على 4 R CO، يجيب لك خيار هيك، بعدين يجيب لك خيار R AL تساوي 4 3 R CO، بعدين يقول لك R AL تساوي 1 على 4 R CO. شفت كيف بيلخبك في الامتحان؟ السؤال اللي بعديه، متبقي كم معنا من الوقت؟ لسه ما اتوقع مر 16 دقيقة تصوير، اتوقع بهذا الرينج. نسبة حجم النواة AL إلى حجم النواة CO، حجم النواة AL إلى حجم النواة CO، كنا عارفين قانون حجم النواة اللي هو ايش؟ 4 على 3 باي R نوت تكييب على العدد الكتلي للـ AL، وهون 4 على 3 باي R نوت تكييب على العدد الكتلي للـ CO. سريعا، هاي R نوت تكييب مع R نوت تكييب، باي مع باي، 4 3 مع 4 3. العدد الكتلي للـ AL قديش؟ 27. العدد الكتلي للـ CO قديش؟ 64. معناته طلعت النسبة 27 على 64، وين هي؟ هيها. إذا كان هنالك إمكانية إنك تبسطها، عادي جدا بسطها، بس أنت دور ما راح تلاقي دور ممكن أبسطها فعليا. تبطأ النيوترونات في المفاعل النووي، ليش؟ عشان أزيد أنا فكرة إنه يحدث انشطار نووي. بشو بطأها؟ بإيش؟ الكادميوم هاي لا، هاي تمتص النيوترونات، ملهاش دخل. اليورانيوم هذا وقود نووي، ملهاش دخل. تبطأ إما بالماء العادي أو الجرافيت أو الماء الثقيل، معناته الإجابة هي الماء الثقيل بالخيارات. إذا كانت كتلة، هذا السؤال كثير لطيف، إذا كانت كتلة نواة نظير الليثيوم تقل بمقدار 0.0042 عن مجموع كتل مكوناتها، شوف كيف؟ كتلة نواة نظير الليثيوم، كتلة نواة نظير الليثيوم، يعني هي شو بنسميها؟ خلص كتلة نواة نظير الليثيوم، عرفتوها؟ هي كتلة نواة تقل بمقدار 0.0042 عن كتلة المكونات. شوف كيف تقل بمقدار، يعني هي أقل من كتلة المكونات بمقدار قديش؟ 0.0042، يعني كتلة نواة الليثيوم عبارة عن إنه كتلة المكونات، اللهم شو أعمل فيهم كتلة المكونات؟ شيل منهم 0.0042. طلع المعنى الحرفي صحيح. كيف يعني؟ أقول لك كتلة المكونات هيها، كتلة النواة أقل من كتلة المكونات بهاي الرقم، بس يعني ترى كيف؟ كتلة النواة تقل عن كتلة المكونات بهذا الرقم، بس. طب هسا أنا ما بدي هذا الحكي، أنا بدي إيش؟ أنا طالبني أحسب طاقة الربط، صح؟ فإنه متوسط طاقة الربط النووية. لو أنت تفكر معي مزبوط في الموضوع، طاقة الربط عبارة عن دلتا إم ب931.5. أنت الدلتا إم عبارة عن شو؟ الدلتا أم يا عزيزي عبارة عن كتلة المكونات ناقص كتلة النواة، هاي الدلتا أم مضروبة ب931.5. لكن أنا في عندي مشكلة، أنا معي هاي الفورمة طلتها،
طيب شو الحل؟ خلاص في ناس تعرف شو بيعتبر؟ خلاص فورا حافظها بصب هاي دلتا. بس أنا أثبت لك إياها، أنا بقدر ترى أقول لك بكل بساطة خلال الشرح، كونه تقل دائما لما يقول لك تقل نواة عنصر معين أو نواة معينة عن مكوناتها بهذا المقدار، اعرفوا أن هاي دلتا إم فورا خلاص ريح بالك، هاي دلتا إم فورا ريح بالك خلاص فورا بقدر أقول لك تعال عوض ليها هنا. يلا بي إي تساوي دلتا إم عطانيها قديش؟ 0.00042 ضرب 931.5. تعال على الآلة حاسبة هي بدها، تعال جاي 0.0042 ضرب 931.5 طلعت يا عزيزي 3.91 هيا ألف. لكن أنا فسر لك ليش أنا افترضت إنه هذا الرقم اللي هو 0.0042 دلتا أم. بكل بساطة أنت بدك كتلة المكونات ناقص كتلة النواة، فأنا هسا هاي كتلة المكونات نقول لي هذا على الطرف الثاني ونقول هاي هيك، يعني طلع زائد 0.0042 زائد 0.0042 وتعلي على هاي ناقص كتلة النواة اللي هي الليثيوم ناقص كتلة النواة صح؟ كيف صارت عندي؟ صارت عندي 0.0042 في طرف لحالها تساوي كتلة المكونات ناقص كتلة النواة اللي هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن دلتا ام، فطلع دلتا ام هيها 0.0042 هي هي الفكرة. انا اعلمكم كيف طلعوها، بقدر مباشرة اقول لك خلاص لما اقول لك دائما كتلة نواة معينة تقل بمقدار 5 كيلوغرام كمثال بسيط عن كتلة المكونات اعرف ان دلتا ام 5 كيلوغرام. طبعا ما فيش دلتا ام 5 كيلوغرام، هي هبدة قوية شوي يعني. يلا السؤال اللي بعديه، انا عندي عينة من البولونيوم، شوف كيف الاكسنت الامريكي متعوب عليها، تحتوي على 2.8 × 10^8 اتومز. هذه النوت، كونه ما ذكر لك اياها بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات ما طلع زمن، هي النوت خلص اتومز. وثابت الاضمحلال للبولونيوم قديش؟ هيو هاي اللمده شايفينها؟ ممتاز، دي اللمده. لاحظ انه سكند اس سالب 1 ما عندناش مشكله. عمر النصف للبولونيوم قديش؟ بتقول لي عمر النصف عباره عن ايش؟ عباره عن لن 2 على لمده. لن 2 كنا عارفينها 0.693 او 69 شيء صح؟ اللمده هيها 5.8 × 10^8 شكرا لك. طلع عندي رقم، بديش اقعد اضيع حالي زي الاهبل يعني اضيع وقت الحصه، لا خلص هسه بحط لكم اياه وخلص خلصنا. سؤال رقم 2 طلع عمر النصف، رد علي قديش طلع؟ 11.9 × 10^6 اكيد راح يطلع سكند، لانك عوضت لمده هون سكند اس انفرس 1 ارفعها لفوق بصير سكند اس موجب 1. طلعنا عمر النصف يا باشا. بعد ذلك النشاطية الإشعاعية ما حدد لك وين، عند أي زمن؟ قال لك عند أي زمن؟ لا والله معاذ الله ما قالش عند أي زمن، معناته خلص أي نوت أنت مغمض عينك كيف تطلعها؟ فكر 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 ما لكش مصلحة. إيه على أي نوت تساوي قصة عويصة، لا بعطيك زمن لا بعطيك إيه، وصلت قصتك عويصة خلص فورا بدها الشطارة. لمدة النوت، اللمدة عندي قديش؟ 5.8 × 10^8 النوت عندي قديش؟ 2.8 × 10^18 خلاص طلعنا الانوت قديش طلعت؟ طلعت 1.6 × 10^11 بيكرل. شفتوا كيف؟ تمام يا استاذي. طبعا انتم عارفين دائما الوحده الاساسيه هي بيكرل. عدد النواة المتبقيه من البولونيوم بعد مرور زمن مقداره 4 أمثال عمر النصف. طيب عدد النواة المتبقية، انت عندك النوت صح؟ نعم. وعندك عمر النصف، تقدر تحله بطريقتين. تقدر تقول لي بعد مرور 4 أمثال عمر النصف، يعني تيجي تحكي لي مثلا يعني ايه؟ مش ايه سوري، قال ايه. تحكي لي يعني ان على 2 مرفوع على الاس 4 اللي هي شو بتطلع؟ على 16. اول عمر نصف على 2، كمان عمر نصف على 2 هي صارت 4، كمان عمر نصف على 2 هي صارت 8، كمان عمر نصف هي صار 4 عمر نصف يعني على 16 صارت، وصلت؟ فبتحكي خلص 2.8 × 10^18 تقسيم 16 بيطلع معك الناتج فورا. قديش بيطلع الناتج؟ بيطلع الناتج زي ما حكيت لكم لما تحكي 2.8 × 10^18 على 16
كبر صار 8 شيت، صغر صار 17. 28 على 16 فيها 1.8 ضرب 10 ال 17 اتومز خلص. بس في ناس ما بيقترح هيك، في ناس خلص بديش احلها سريع، بقول لك تعال ان على ان نوت تساوي نص تي اعطي النصف. ان انا بدي اياها مش معي، بينما ان نوت هيها 2.8 ضرب 10 ال 16 تساوي ال 18 سوري هي نص تي اعطي النص. طيب بعد مرور الزمن 4 امثال عمر النصف هي تي. يعني راح تقول لي التي اعطي النصف عباره عن شو؟ الزمن 4 امثال عمر النصف على عمر النصف، روح عمر النصف مع عمر النصف صارت 4 1 فيها 4 نص اس 4 معناتها 1 على 2 اس 4 16. يعني ان على 2.8 ضرب 10 18 تساوي 1 على 16. ان على 2.8 ضرب 10 اس 18 تساوي 1 على 16. اعمل ضرب تبادلي تطلع ان مضروبه ب 16 تساوي 2.8 ضرب 10 اس 18 على 16 على 16 بيطلع معنا نفس الحل، بتطلع ان تساوي 2.8 ضرب 10 اس 18 على 16 واللي هي بالاخير راح تطلع معنا 1.8 ضرب 10 اس 17 اتومز. هيك بنكون خلصنا القسم الاول من حل اسئله مراجعه الوحده. أو هو لا لسه ما خلصناش، يعني الآن بدنا نبلش بسؤال مع بعضنا، سؤال رقم 3. الآن نبلش مع بعضنا في سؤال رقم 3 من أسئلة مراجعة الوحدة السابعة. عينة من عنصر أبصر شو اسمه الأمريسيوم تحتوي على 1.25 ضرب 10 إلى 15 أتومز، هذه النوت. كونه ما ذكر لي أي زمن معين النوت فورا. ونشاطيتها الإشعاعية 1.70 مايكرو كوري، اذا هذه انوت كونه ما ذكر لك اي زمن. جذابه الاضمحلال الامريسيوم، ثابت الاضمحلال يعني لمدة لا يمكن ايجاده الا عن طريق عمر النصف. طب عمر النصف ما اعطاني معناته ما بعد عن هذا القانون. فكر فكر دور في قانون ثاني شو فيه بيكون فيه ثابت الاضمحلال. ما في غير قانون انوت تساوي لمدة انوت صح. خلاص شكرا لك، احنا عرفنا الحل هيك بس اتهكرت اللعبه كده سريعا. كيف تهكرت؟ اتفضل يا استاذي. بتصير لامدا تساوي اي نوت على ان نوت، لكن في مشكله عندي. تعرفوا شو المشكله؟ انه انا ان نوت عندي جاهزه بس يمنع نهائيا اني اعوض بالقانون اي نوت تساوي ان بلامدا ان نوت بلامدا او لامدا بان نوت، يمنع نهائيا اتعوض الا بالوحده الاساسيه. ما هي الوحده الاساسيه للاي نوت؟ بيكرل. طب انا هون معطيني اياها مايكرو كوري وهذا الشيء خاطئ، فبحكي له اي نوت تساوي 1.70 مايكرو كوري يعني ضرب 10 والسالب 6 كوري، والكوري غير معتمدة، وحدة غير معتمدة عندي. أنا بدي البيكرل الأساسية، البيكرل دائما عارفين، فلازم أنا أحولها لشو؟ لبيكرل. طبعا إحنا أخذنا أنه كل واحد، هاي مش حفظ طبعا بعطيك إياها أنا في الامتحان، أخذنا أنه كل واحد كوري فيها 3.7 ضرب 10 أس 10 بيكرل. معناته طلع شو صار هون؟ ضرب واحد كوري هون، هون 3.7 ضرب 10 أس 10 بيكرل. لاحظ انه راحت الكوري مع الكوري، 1.70 ضرب 3.7 بعدين ضرب 10 أس 6 ضرب 10 أس 10 راح تطلع معنا بالاخر 6.3 ضرب 10 أس 4 بيكرل. خلص انا هيك طلعتها يا عزيزي الاي نوت بالوحده الاساسيه اللي هي بيكرل. بروح هون باجي بحكي 6.3 ضرب 10 أس 4 بيكرل الوحدة الأساسية على 1.25 ضرب 10 أس 15 أتومز. خلص أوكي، قسمة طويلة، قسمة آلة حاسبة اللي بدك إياه عشان هاي الأرقام أقروا الآلة حاسبة. طلعت عندي لمدة تساوي 5.04 ضرب 10 أس سالب 11. الوحدة الأساسية المعتمدة هي السكند أس سالب 1 للنمدة. خلاص كثر الله خيرك، هيك خلصنا سؤال رقم 3 مع بعضنا. الآن نشوف السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 شو بيحكي لنا؟ بيحكي لنا بكل بساطة أنا عندي يمثل الشكل المجاور عينة من الكوبالت 60 27 عددها الكتلة 60 عددها الذرة 27. بيقول لك تستخدم في المختبرات لدراسة طبيعة إشعال الجاما. بنستعان بالشكل ما عمره النصف، ما النشاطية الإشعاعية، عمره النصف هيو.
دي النصف. النشاطين الإشعاعيين للعينة كونوا ما حد الزمن معناته الإينوت. تاريخ تصنيع العينة هسا نعرف شو هو، والنشاطين الإشعاعية في جولاي يعني بعد مرور زمن معناته هاي صفة الإيه. هي قال لك بعد مرور زمن فعلا. طب تعالوا شوفوا كيف. في البداية أتوقع الأمور واضحة لكم كثير. ليش واضحة أستاذي؟ عمر النصف هي مكتوب على الورقة هاي المحطوطة على العينة، محطوط هون شايفين هون شو في هنا الإينوت هيها واحد مايكرو كوري، ومحطوط هون شو يا عزيزي هون عمر النصف اللي هو 5.27 years عمر النصف، ممتاز. ومحطوط هذا التاريخ هيو ابريل 2009 تاريخ التصنيع، وانه مخصص للجاما، انه بيطلع الاشياء صفات طبيعه الجاما اشعه الجاما. معناته عمر النصف يا عزيزي هيو 5.27 years، طلبه بالثواني بتحوله لثواني. النشاطيه الاشعاعيه هيها واحد مايكرو كوري، حاب تحوله لكوري بعدين تحوله لبيكر العادي، حاب تحوله لصيني بيزبط اللي بدك اياه ما في اي مشكله. هي هون شو مسوي في الكتاب؟ نعم طلعها بالكوري عادي لانه ما حدد لي شو بده، ما قال لي جدها بالبيكرل. وصلت؟ بس انا علمتكم فوق قبل شوي كيف حولناها لبيكرل. تاريخ تصنيع العينه ابريل 2009، ما عندناش مشكله، هي مكتوبه. النشاطيه الاشعاعيه في جولاي 2019، هسا مش مطلوب منك انت تحفظ الاشهر كمان، ما هو هي اعطاك ايش؟ اعطاك بعد مرور زمن يساوي ضعفي عمر النصف. بده الاي صح؟ طب انا بعرف انه الاي على الاي نوت تساوي شوف نص التي على التي نصف. هو البني ادم بده يطلع الاي، طب هي الاي عندي طلع. عوض الاي نوت بالمايكرو كوري راح تطلع معك الاي بالمايكرو كوري، عوض الاي نوت بالبيكرل تطلع معك الاي بالبيكرل، عوض الاي بالكوري تطلع معك الاي نوت بالكوري. خلينا نعوض الاي نوت واحد مايكرو كوري، واحد مايكرو كوري طلع شو صار هون، هي نص. الان عمر النصف عندي قديش؟ 5.27. اقول لك شغله ريح راسك، مش بعد مرور زمن يساوي ضعفي عمر النصف، يعني الزمن هون يساوي ضعفي عمر النصف 2.5، يعني اذا هون عمر النصف اعرف انه فوق شو في الزمن 2.5، راحت هاي مع هاي صارت اس. طلع كيف؟ اس 2 نص اس 2، يعني صارت اي على واحد مايكرو كوري تساوي نص اس 2، يعني عباره عن 1/4. سريعا ضرب تبادلي، اي ضرب 4 شو بتصير؟ 4 اي تساوي 1 ضرب 1 مايكرو كوري، 1 مايكرو كوري على 4 باي باي على 4، تطلع النشاطيه الاشعاعيه تساوي ربع مايكرو كوري او 25% مايكرو كوري. هيها اللي هو سؤال رقم ايش؟ رقم 4 طلعت معنا. نعم 25% مايكرو كوري. في ناس كيف بحلها؟ بيقول لك اذا كانت النشاطيه اول ما بلشت انا واحد مايكرو كوري، بعد مرور عمر نصف صارت نصف مايكرو كوري. شفت كيف؟ طب ما هو ضعف عمر نصف، كمان عمر نصف صارت ربع مايكرو كوري. هيك حلها مباشره، هيك بالعين فورا حلها بدون ما يفكر فيها اصلا حلت. طيب السؤال الاخير في حصتنا اليوم، احسب الطاقة اللازمة لفصل نواة النيكل إلى مكوناتها فورا. طاقة الربط أنا وياكم عارفينها، عبارة عن دلتا أم بتسميه 31. دلتا أم هي زد بكتلة بروتون زائد إن بكتلة نيوترون ناقص كتلة نواة النيكل، هذا الكلام كله ضرب 931.5. الآن هو طالبني هاي طاقة الربط، هاي طالبني بي إيه. نشوف شو معطينا معطيات. بقول لك علما بان كتله النواه قديش؟ هيو معطيك اياها، لكن هسه انا في عندي مشكله. كتله النيوترون هاي تعتبر ثابت بيعطيك اياها في بدايه ترويس الامتحان الوزاري، وكتله البروتون والنيوترون بيعطيك اياها في بدايه الترويس على الورقه على راس الورقه في الامتحان الوزاري. عدد الذري هيو 28، عدد النيوترونات 6 ناقص 28. نبلش يلا مع بعض في كتابه المعادله واللي هي لسؤال رقم ايش؟ سؤال رقم 5. عدد الذري 28 بكتلة بروتون ثابت بيعطيك اياها على راس الورقة، قديش كتلة بروتون؟ 1.00728 زائد عدد النيوترونات يا عزيزي 32 اللي هو عبارة عن 60 ناقص 28. كتلة النيوترون هذا أيضا ثابت بيعطيك اياها في الامتحان الوزاري على راس الورقة، 1.00867 ناقص كتلة النيوترون هيها 59.91541. سكرنا هذا المحترم وحكينا هون ضرب
931.5. بكوس شلويط كفوف على الآلة الحاسبة طلعت طاقة الربط تساوي عنا 527.1 ميجا أو مليون إلكترون فولت. ممتاز، مليون إلكترون فولت طلعت 527.1 مليون إلكترون فولت. مع أنه أنا قلبي بحن إن أحل هذا السؤال، فخلينا أحله صراحة، مش خلاص هيك بدي أحله بقدرش. سؤال 6، إذا كانت طاقة الربط النووية لنواة الصوديوم تساوي 186.66 ولنواة الام جي المغنيسيوم تساوي 181.82، احسب طاقة الربط النووية لكل نيوكليون لكل نواة منهم. تفضل، طاقة الربط لكل نيوكليون لنواة ايش؟ الصوديوم هي الان ايه، راح تطلع البي اي لها قديش؟ 186.66 على العدد الكتلي للصوديوم 23. طلع الناتج عنا قديش يا حلوين؟ طلع الناتج عنا 8.11 مليون الكترون فولت. طب تعال، طاقة الربط النووية لكل نيوكليون الخاصة بالمغنيسيوم نفس السيناريو، قديش طاقة الربط؟ 181.82 على العدد الكتلي للمغنيسيوم 23، بيطلع عنا الناتج يا عزيزي 7.90 مليون الكترون فولت. شكرا لك، طلعنا الفرع الف اللي هو احسب طاقة ربط لكل نيوكليون. الفرع باء، اي النواتين اكثر استقرارا؟ مفسر اجابتك. هسا معظم الطلاب للاسف بيروح بيطلع هون وهون، فبيحكي لك طلع شو، بقول لك استاذ الصوديوم اكثر استقرارا لانه طاقة الربط له اكبر. لا لا، هسا شوف اجابتك غلط. انا كيف بحدد مين الاكثر استقرارا؟ اللي له اكبر بي اي على اي هو الاكثر استقرارا. فأنا بلاحظ فورا اللي أكبر بي إي على إيه هون بينهم، من هو؟ راح تقول لي أكيد يا أستاذي هون الأكثر استقرارا هو الصوديوم، بس مش لأنه طاقة ربطه أكبر. لا غلط، لأن بي إي على إيه أكبر، لأن طاقة ربط لكل النيوكليون أكبر. ركز، يعني اللي بيحدد مين الأكثر استقرارا بي إي على إيه مش البي إي، دير بالك. يعني بما أن طاقة ربط لكل النيوكليون للصوديوم أكبر من طاقة ربط لكل النيوكليون للمغنيسيوم، إذن فالصوديوم أكثر استقرارا. نكمل المعادلات دي ولا نخليهم؟ خلاص احنا بدنا نخلص الأسئلة كلهم، بزبط الشيك، فمحتار أكملهم ولا لا صراحة، والله العرض مغري، فلا خلينا نخصصهم للحصة القادمة، هم وشلة المسائل دي إن شاء الله للحصة القادمة. نخلينا إشي للمسائل إن شاء الله الحصة القادمة، نستكمل ما تبقى من المسائل. احنا بنوقف لعن سؤال رقم 6. الله يعطيكم الصحة والعافية ويريح بالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.